إن الشهب التي تنير السماء في فصل الصيف هي غبار كوني ناجم عن المذنبات، فعلى مقربة من الشمس يذوب الجليد الذي يحيط بطبقات المذنبات العلوية ليطلق الغبار المحبوس. جزء من هذا الغبار يتجمع حول المذنب ويسير في المدار عينه، وعندما تعبر الأرض مدار مذنب نشطاً كان أم مطفئاً تكثر الشهب فتولد حدثاً فلكياً يعرف بزخات الشهب، وتصبح الشهب مرئية كل مرة تحتك فيها الأحجار النيزكية المؤلفة من غبار وجزيئات الصخور بطبقات الجو بسرعة تتراوح بين 15 و70 كيلومترا في الثانية. ونتيجة الاحتكاك بالهواء يتأجج هذا الغبار قبل أن يتبخر، أما الهواء الذي يتكهرب إثر مرور هذا الغبار فيصبح مشعاً ليظهر على شكل ذيل. وفي فصل الصيف يكون عبور الأرض لسحب الغبار هذه في أوجه. أضف أن صفاء السماء ودرجة الحرارة المعتدلة يسهلان رؤية ظاهرة الشهب هذه.